أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تدريب ابدأ مشروعك لمساعدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو لتنمية مشروعاتهم. المزيد تطلعنا عليه مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. نعم، بعد التحية، في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المجتمعية بمختلف المحافظات عن طريق تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تعزز من ثقافة العمل الحر وتماشيا مع أهداف التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة، وأيضا في إطار التعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجيلية باعتبارها إحدى كيانات هذا التحالف، انطلق تدريب ابدأ مشروعك بمقر وحدة تطوير ريادة الأعمال المركزية بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، وذلك بحضور 15 متدربا بهدف مساعدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا العمل على تطوير مشروعات من لديه مشروع بالفعل. إذا تحدثنا عن تفاصيل هذا التدريب، فهو يشمل يعني منذ البداية كيفية وضع فكرة من أجل إقامة مشروع وكيف يمكن تحويل هذه الفكرة على أرض الواقع، أيضا العمل على دراسة الجدوى وما يتعلق بأيضا دراسة السوق والمنافسين وتحديد الأولويات وتسعير السلع التي تقدم من خلال هذا المشروع. كل هذه الموضوعات بيتم تقديمها في خلال هذا التدريب والذي يأتي في إطار تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال. بنشير أن التحالف الوطني للعمل الأهلي انطلق في مارس العام الماضي من خلال يعني انضمام عدد كبير من كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا وأيضا مساندة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم المساعدات الاجتماعية والدعم الاجتماعي لكل الفئات، ونتحدث أيضا بشكل خاص عن فئة الشباب. وفي إطار هذا التحالف يعني انطلق عدد من التدريبات من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية وبالتحديد وحدة تطوير ريادة الأعمال المركزية بمقر الهيئة، فتم تدريب أكثر من 170 متدربا عن طريق تقديم لهم كل الدعم والتدريبات المتنوعة لتطوير مشروعاتهم والاستمرار فيها، أو أيضا كيف يمكن لهم أن يقوموا ببدء أي مشروع. وبنتحدث عن تدريب اليوم الذي يأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والعمل الأهلي في إطار طبعا تقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية للمواطنين. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.